أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من ندوة المغاربية تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. من حين لآخر تعود إلى السطح الخلافات الجزائرية المغربية وتتخذ أشكالا متنوعة من الشد والجذب، منها ما هو دبلوماسي مثل إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، ومن ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري، ومنها ما هو إعلامي متمثل في الهجوم المستمر بين الطرفين لأتفه الأسباب. تلك الإجراءات المتخذة وذاك الخطاب المتداول في الإعلام من البلدين يزيد من تعميق الهوة بين شعبي دولتين ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، بل إن تصعيد الصراع أو النزاع يفوت على الطرفين آفاقا رحبة للتعاون ستنعكس حتما على تطور دول المنطقة المغاربية عموما، وسيحرمها من الاستقرار المطلوب للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، بل قد يدق إسفينا بين الشعبين، وهو أخطر ما قد يصل إليه الوضع في هذه المنطقة المكلومة بصراع لا يمثل موقف الشعبين الجزائري والمغربي، بل هو مرفوض شعبيا. فما هو الخطر الذي يشكله هذا النزاع بين النظامين على العلاقة بين الشعبين؟ وكيف يمكن تجاوز كل ذلك؟ للتعليق على هذا الموضوع سيكون معنا جملة من المحللين والإعلاميين، وأبدأ من الرباط بمدير موقع ماروك فور الأستاذ أمين شطايبة. أرحب بك أستاذ أمين وأشكرك على التحاقك بنا، وكذلك الدكتور ميلود بالقاضي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي معنا من الرباط. دكتور بالقاضي مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. أمين أبدأ معك في الرباط فيما يتعلق بهذه اللهجة التي تصعد هنا وهناك بين النظامين من حين إلى آخر، ربما حتى بعض المعلقين يعني يقولون حتى لأتفه الأسباب قد تصعد هذه اللهجة، وكان يمكن حتى تجاوزها وتجاوز كثير من أسباب هذه اللهجة المتصاعدة. لن أتحدث في أسباب العلاقة بين النظامين ولا في جذورها التاريخية، هذا موضوع آخر وليس موضوع حلقة اليوم. حلقتنا اليوم تتحدث عن تأثير هذا الصراع على العلاقة بين الشعبين. هل ترى برأيك من خلال المتابعة وربما الرصد لمواقع أخرى صحفية ومواقف إعلامية ربما في البلدين كذلك، أن هذا الصراع بين النظامين يتطور رويدا رويدا وبدأ ربما ينسحب كذلك على المواقف الشعبية؟ نعم، أرى بأن هذا التوتر هو مفتعل لأن مجموعة من الأمور التي تبرهن ذلك، هو خير دليل المشاركة الأخيرة التي لم يستطع المنتخب الوطني المغربي أن يكون حاضر فيها، والشان الذي يقام بالجزائر. مجموعة من الأمور سبقت هذا الحدث الذي أفاد مجموعة من الأمور خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. أرى بأن تصريحات مانديلا الصغير وكذلك استفزازات الجماهير للشعب المغربي بسلوك لا أخلاقي، والشيء المؤسف أن يتم إقحام الرياضة فيما هو سياسي. الأكيد ليس عفويا 100% هذه الأمور، هذا الفعل مدبر له بشكل أو بآخر. الشيء الذي انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر مجموعة من المشاحنات ما بين الجماهير الرياضية، لأن كرة القدم لها باع ولها صيت ولها تأثير
في القرارات على الشعوب العالم بأكمله. تؤثر، نعم. طيب دكتور ميلود بالقاضي، أعود معك لهذا السؤال المحوري المتعلق بتأثير هذه الخلافات السياسية بين النظامين على العلاقة بين الشعبين. إلى أي مدى تؤثر هذه المواقف بين النظامين، هذا النزاع بين النظامين، على المواقف الشعبية كذلك في المغرب وفي الجزائر؟ نعم، شكرا. أولا يجب أن نفرق بين شيئين. بالنسبة للمغرب، قضية الصحراء هي قضية ملك وشعب، وهذه مسألة أساسية، عكس النظام الجزائري الذي تعتبر قضية الصحراء هي قضية نظام وليس قضية الشعب. الآن الجزائر حينما حوصرت دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا حاولت أن تقحم الشعب الجزائري في هذه القضية، وقد برهن تنظيمها للكأس الشان كيف أن النظام الجزائري جيش الشباب ودجن الشباب بل خدره، وهذا ما يعكس الهستيريا الجنونية التي هاجم بها الجمهور الجزائري للمغرب خارج كل سياق. طيب هنا دكتور فقط أود ربما التدقيق في هذه النقطة، حتى لأن التعميم ليس صحيحا، وليس الجمهور الجزائري هو الذي انخرط بأكمله في هذه الشعارات التي رفضت حتى داخل الجزائر ومن بعض الفرق الجزائرية لكرة القدم رفضت. هي مجموعة كما أشار ربما أمين، مجموعة قليلة ربما مدفوع لها قد يقول البعض، هي التي رفعت هذا الشعار بذلك الشكل، فهو لا يعكس موقف الجمهور الجزائري ولا حتى الشعب الجزائري، حتى نفرق بين الأمرين ولا نعطي الأمر أكثر مما يستحق. تفضل. نعم صحيح، أنا أتكلم عن الشباب، عن الجمهور الذي رفع شعارات نعم. غير رياضية، غير أخلاقية ضد الشعب المغربي، وأقصد صحيح. الذي فعل الفعل وليس الذي لم يفعل الفعل. أولا أنا كنت مستشار في وزارة الشباب والرياضة، نعم. وأعرف جيدا القوانين المتعلقة بالرياضة، نعم. أولا القانون المتعلق بالفيفا والقانون الكاف والميثاق الأمم المتحدة، الرياضة في وظيفتها الأصيلة هي السلم، السلام، تقريب الشعوب، تقريب الأنظمة، ثم ترسيخ التنافس الشريف، ثم قبول الهزيمة بشروط الصراع الإيجابي. والأساسي في القوانين التنظيمية للمجال الرياضي هو الاحترام الآخر مهما كان عرقه أو لونه أو جنسه. ما وقع من ناحية أولا الأخلاقية الرياضية هو مقبول، هو شيء مرفوض تماما. ثانيا وقع أمام أعين رئيس الفيفا ورئيس الكاف، نعم. فالآن الفيفا والكاف يفتحان تحقيقا عميقا طيب. من سيس الرياضة، وإلا أن ستصبح الرياضة ليس مجالا للتنافس الشريف وللسلم وللمتعة للبليزير، ولكن للحروب. صحيح. ونقول لك كلمة ساقف، نقول لك كلمة، في عز الحرب الباردة كان هناك قطيعة دبلوماسية بين النظام الاتحاد السوفيتي سابقا وبين ألمانيا الفيدرالية، فجاء الحرب فجمع بين فريقي الاتحاد السوفيتي سابقا وألمانيا الفيدرالية، فتم اللقاء وانتصر من انتصر وانهزم من هزم، وكان هذه المقابلة
هي السبب الرئيسي لفتح مفاوضات جديدة بين النظامين السوفيتي والألماني، وعلى أساسها تم إعادة العلاقات. أعطيك مثال آخر في الرياضة، كانت هناك قطيعة 1985 بين أمريكا والصين، فجاءت مقابلة نصف النهائي في كرة التنس، فوقعت فجمعت بين الفريقين، وبعد هذا اللقاء عادت العلاقات الصينية الأمريكية إلى طبيعتها. أن تأتي دقيقة، أن تأتي أيضا بحفيد مانديلا. هذا حفيد مانديلا ماذا قال أثناء تنظيم كأس العالم بأفريقيا؟ قال الرياضة هي سلطة للأمل، الرياضة هي سلطة للتغيير، الرياضة هي سلطة لتقارب الشعوب وليس لتوسيعها. صحيح. ما قام به النظام الجزائري هو جريمة يجب أن تدان على كل المقاييس. هو الموقف هذا كما أشرت وقع إدانته حتى من أنظمة ورياضيين جزائريين، ولا يمكن أن يقبل أي سب وأي شتم لأي كان مهما كان مصدره. أمين، أسألك عن صورة أخرى العالم كل شاهدها، العالم العربي وحتى أكثر، اللي هي الانتصارات التي حققها الفريق المغربي في كأس العالم، من هزيمته لأكبر وأقوى الفرق على المستوى العالمي. هذا الإنجاز الكبير للفريق المغربي كان له صدى قوي حتى داخل الشعب الجزائري، سواء الجمهور الذي كان هناك في الدوحة أو الذي كان يتابع من وراء الشاشة في البيوت وفي المقاهي في الجزائر. فأنت ترى وكأن هناك جمهورين، يعني جمهور هذا محدود رفع شعارات مرفوضة من الجميع، ولكن هناك جمهور واسع كان وراء الفريق المغربي ويشجع في الفريق المغربي ويتمنى. أيهما برأيك أمين يعكس حقيقة الموقف الشعبي الجزائري؟ هذه الشعارات التي رفعت مؤخرا أم تلك المتابعة والحماس بانتصار الفريق المغربي في كأس العالم؟ نعم، من وجهة نظري أقول بأن الفئة الثانية التي شجعت المنتخب الوطني المغربي، كنت متواجدا في مونديال قطر بعيني أن مشجعين من الجزائر شجعوا المنتخب الوطني المغربي. هنا عندما تحدثت عن الفئة المدفوعة والفئة التي قامت بسب المغاربة، نحن نعرف العديد من الجزائريين أنهم يحبون المغرب. نعم. هذه حقيقة، خير دليل بأن المغرب يديه مفتوحة لجميع الجزائريين، والدليل واضح هو أن اللاعبين المنتخب الجزائري الذين يحملون الجنسية الجزائرية يمارسون بالدوري المغربي في أعرق الأندية المغربية، الرجاء الرياضي والوداد الرياضي. إذن ما يمكن أن نقول على أن العلاقة بين الشعب المغربي والشعب الجزائري هي علاقة يجب أن تكون تعاون، علاقة أخوة كما يحثون الدين الإسلامي، لكن النظام الجزائري هو الذي يبحث دائما عن خلق حدث سياسي لتمويه الرأي الداخلي عن الهزائم السياسية والفشل الدبلوماسي لهم، على حساب تظاهرة رياضية أو تظاهرة ثقافية أو مجموعة من التظاهرات. هذا الشيء يبرهن للقارة الإفريقية والعالم مرة أخرى المقاربة السيمبيانية التي يعتمدها سكان قصر المرادية، وهذه حقيقة. طيب الدكتور ميلود، أنا أسألك الآن على، هل تحس أنت من خلال المتابعة أن هناك خطر على علاقة الشعبين؟ لأنه المواقف السياسية قد تتغير دكتور في أي وقت، يعني رأينا الأزمة الخليجية وكم استمرت والعلاقات السيئة بين النظامين والتي سببت علاقات كذلك سيئة بين الشعبين، بين شعوب تلك المنطقة. هناك عائلات انفصلت عن بعضها بسبب قطع العلاقات، لكن الآن رجعت المياه إلى مجاريها على المستوى السياسي، وبقيت تلك العلاقات التي قطعت على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي.
هل ما نراه نشاهده هنا وهناك حتى مواقف خارج الرياضة، مواقف سواء حتى في الإعلام المغربي ضد الجزائر وفي الإعلام الجزائري ضد المغرب، هل هذا برأيك يشكل خطرا على علاقة الشعبين المغربي والجزائري، أم أن هناك من الحصانة دعنا نقول لدى الشعبين ما سيتجاوز كل هذه الخلافات ولن يسمح بدق هذا الإسفين بين الطرفين؟ أولا يجب أن نفرق بين الأنظمة السياسية وبين الشعوب. المغرب، الشعب المغربي سواء المستوى الإعلامي أو السياسي أو الرياضي، حينما ينقد أو يهجم فهو يميز بين الشعب الجزائري وبين النظام الجزائري. فللشعب المغربي ولكل مواطن مغربي الشرعية السياسية والتاريخية لكي يدافع، لأنه عنده قضية اسمها قضية الصحراء المغربية. فبالتالي فكل ما يصدر عنه مشروع سواء قبل الآخر أو رفض. أما في الشعب الجزائري فما هي الأسباب الموضوعية أو الذاتية التي تجعل من الإعلام الجزائري، من النخب، حتى من النظام الجزائري أن يهجم على المغرب؟ سأسألك وأنت رجل إعلام موضوعي، هل سمعت صاحب الجلالة منذ توليه العرش ذكر النظام الجزائري؟ دكتور بالقاضي، دكتور يبدو أنه انقطع الاتصال بالدكتور ميلود بالقاضي، لو نحاول ترتيب الأمر معه، مشكل في الإنترنت يبدو، سنحاول ترتيب الأمر مع الدكتور بالقاضي سريعا. في دكتور ميلود أسمعك. أي نعم، انقطع الخط للحظات معك. نعم نعم، قلت مثلا نأخذ الخطابات الملكية السامية، لا يمكن أن تجد كلمة سلبية عن النظام الجزائري أو عن الشعب الجزائري أو عن تاريخ الجزائر. يذكر الجزائر إما بأمل الخير أو التعاون أو فتح العلاقات. أما في النظام الجزائري فتحول المغرب إلى قضية لا يمكن للجزائري في المجال الرياضي أو الإعلامي أو السياسي أن يتحدث ولو كان في المريخ دون أن يهجم على المغرب. أنا أكيد أن الشعب الجزائري هو شعب ضحية مثل الشعب المغربي الذي هو ضحية الموقف النظام الجزائري الجائر ضد المغرب. طيب يعني هل علاقات بين الشعبين دكتور، العلاقات هذه العلاقات بين يا أخي أنا أعطيك، شوف كل دراسات تثبت أنه في حالة فتح الحدود المغربية الجزائرية نسبة 40 أو 50% من الشعب الجزائري سيأتي إلى المغرب، وهذا ما يخاف طبعا أنه العلاقة تاريخيا لم تكن يعني على المستوى السياسي بهذا السوء. كثير ممن حتى تولى السلطة إما ولدوا في أو عاشوا فترة طويلة في المغرب، رئيس عبد العزيز بوتفليقة كان في وجدة أقام طويلا، وحتى الثورة نفس العملية يعني كانت المغرب احتضن. يا أخي حينما نعم يا أخي النظام الجزائري تعرف اتخذ قرارا بمنع أي أستاذ جامعي زيارة المغرب أو المشاركة في أي ندوة علمية، أو منعهم حتى في الكتابة في المجلات العلمية المغربية. هل صدر منا نحن هنا في المغرب في وزارة التعليم العالي قرارا جيد يمنع أي أستاذ جامعي أو باحث؟ يا أخي
دكتور هو المواقف. نعم. لو أردنا أن نعدد المواقف، هناك مواقف كثيرة مرفوضة سواء من النظام الجزائري حتى من المغرب، يعني كلنا يذكر تصريحات ممثل المغرب في الأمم المتحدة ضد الجزائر والتي أثارت كذلك ردود فعل، وبعدين قيل لا وقع فهمها سيء. يعني هناك تجاوزات هنا وهناك، ربما تقول أنت لا يمكن المقارنة بين هذا وهذاك وهذاك، لكن هناك تجاوزات موجودة. المشكل يعني هو سؤالنا المحوري، العلاقات هذه السياسية المتوترة بين النظامين يعني تزيد وتطفو، تأتي فترة من الفترات تهدأ ثم تعود لأسباب مختلفة. أنا سؤالي وحديثنا أصلا يدور حول خطر هذا الخلاف السياسي على الواقع المجتمعي. نعم، اسمح لي أقول لك كلمة الآن وأنا أستاذ العلم السياسة. نعم. ما صدر في تنظيم الشام بدعوة أو بارتشاء حفيد مانديلا ليأتي ليصبح ناطقا باسم كيان وهمي. نعم. ثم تدجين شباب معين للهجوم، يعني أن لو كانت الحرب بيد الجزائر لقاموا بها اليوم قبل الغد، والحمد لله أن المتحكم في القرار الحرب بالجزائر يوجد في مكان آخر. الآن انتهت الأمور، ما قام به النظام الجزائري مس وجرح فخر وعظمة الشعب المغربي. أن تأتي بحفيد مانديلا وتعطيه المال للهجوم على المغرب واتهام مؤسساته، ثم تدعو الشباب وتدجنه وتجيشه لكن حمل الشراعات. لا يا أخي، هذا الآن لا، المنطق، أنا أتكلم بالمنطق. هناك أخطاء ارتكبت في الدبلوماسية المغربية، أنا معك، ولكن حينما تفسرها علميا تجد ما أسبابها. نعم. لكن سلوك النظام الجزائري هو الدكتور الدكتور الأمثلة التي تذكرها الجميع يدينها، الجزائريون هم على رأس من يدين مثل هذه السلوكيات، لأنه هذا الموقف يؤثر، وهذا هو السؤال والمحور، يؤثر ولا نريده أن يصل إلى ذلك الحد، أنه يؤثر على علاقة المنطقة بصفة عامة، لأنه هذا الخصومة بين النظامين الآن لا تؤثر لا على المغرب وحده ولا على الجزائر وحده، هذه تؤثر على المنطقة بصفة عامة، لأن المغرب والجزائر أهم دولتين في المنطقة المغربية كلها التي فيها كثير من العوامل. ولذلك أنا سؤالي دائما الآن هو البحث دكتور معا، خاصة النخب مثل حضرتك وغيره، على المشترك. الخطاب لا يوجه إلى المسؤولين السياسيين، الخطاب يوجه إلى الشعوب وإلى النخب أنها تشكل سدا منيعا أمام معناها آمال وطموحات بعض السياسيين التي تفسد العلاقة التي كانت تاريخيا علاقة أخوة وعلاقة تعاون. وكلنا يعرف ماذا حصل أثناء الاستعمار الفرنسي، الدعم الذي تقدم للثورة الجزائرية من المغرب ومن تونس، وكل ذلك في إطار هذا التعاون وهذه الرؤية التي كانت سابقا رؤية المغرب الكبير. يا أخي، طيب دكتور، أنا سأعود إليك. يا أخي أود أن أشرك كذلك معي الأمين، لأنه موجود معنا ومهم أن سلم على الأمين. أي مهم جدا أن نشركه، لأنه أمين في مجال يعني قريب منا وهو مجال الرياضة ومجال الشباب. أمين، كيف ترى برأيك تجاوز مثل هذه الأحداث التي تقع، والتي بالأكيد هي أحداث منفصلة وأحداث ربما لن تتكرر، لأن هناك صحيح توظيف كما أشار الدكتور بالقاضي، توظيف واستفادة واستغلال لمثل الأحداث، لكن ليست لا تمثل الرأي العام الرياضي الجزائري ولا الشعبي الجزائري. برأيك كيف يمكن تجاوز، ما الذي يجب فعله من المغرب ومن الجزائر، من المغاربة ومن الجزائريين، حتى لا نسمح بهذه الخصومة أنها تنزل إلى الأسفل وتنزل إلى مجتمعاتنا؟ نعم،
الشعب المغربي يديه ممدودة دائما كما جاء في خطابات جلالة الملك نصره الله. الشعب المغربي له علاقة مع الشعب الجزائري، علاقة أخوة، علاقة دين، علاقة عروبة، مجموعة من الروابط تجمع ما بين الشعبين. ما يؤثر على هذه العلاقة هو النظام الجزائري الذي يفتعل المشاكل من أجل إيصال ما هو سياسي لما هو رياضي ثم لما هو مجتمعي بين الشعوب، لكي يتم التفرقة ويتم خلق الحقد ما بين الشعوب ليتطور الأمر أكثر فأكثر. لأن القضية الأولى هي الصحراء المغربية، هي قضية جميع المغاربة، الكل يعرفها. الشعب الجزائري كذلك يعلم بأن للمغرب أحقية في الدفاع عن قضيته اللي هي الصحراء المغربية بكل الوسائل القانونية والحقوق المشروعة. خير دليل على كلامي هو عندما انتقلت الجماهير الرجاء الرياضي للجزائر وغنت من وسط الجزائر أغنية الصحراء المغربية، كان هناك تجاوب للشعب الجزائري مع الجماهير الرجوية ومع هذه الأغنية التي تتغنى. متى حصل أمين هذا؟ حصل سنة 2018 عندما كان نادي الرجاء الرياضي يواجه أحد الفرق الجزائرية. تغنت الأغنية هناك وكانت لها صيت كبير في الإعلام في الدول العربية. نعم. وفي الإعلام المغربي لم يحصل أي مشادات ما بين الشعبين، لأن الشعب المغربي والشعب الجزائري لهم علاقة أخوة أولا، وللمغاربة الأحقية في الدفاع عن قضيتهم وهي قضية الصحراء المغربية. جيد. الشيء الذي لا يعجب النظام الجزائري، ليس الشعب الجزائري بل النظام الجزائري. نعم. الذي يريد خلق ما بين الشعبين، لكن الشعب المغربي واعي ويعلم جيدا كيف تدبر. جيد. هذه القضية مهم جدا، هو هذا التفريق بين الموقف الشعبي والموقف السياسي، بين النظام السياسي وبين الموقف الشعبي. مهم جدا التفريق، وأنه في كثير من الأحيان هذا لا يمثل ذاك. فقط أنا أريد الإشارة إلى أنه من المفروض كان معنا جزائريين صحفيين، لحد الآن لم نتمكن من التواصل معهما، ربما لأسباب قد تكون تقنية أو تتعلق بالإنترنت. لازلنا نحاول حتى تكون وجهات النظر المغربية والجزائرية ممثلة، وهذا مهم جدا. نحن نريد أن ندير حوار حول هذه القضايا وهذه المسائل، حوار طبعا هادئ، حوار عقلاني ومنطقي من أجل الحيلولة، دون أن يتطور الموقف السياسي ليصبح موقف شعبي، وقتها يصبح فعلا الخطر قائما. من لندن المختص في الشهود المغاربية الأستاذ الطيب الغلوفي ينضم إلي عبر الهاتف، ورحب بك أستاذ الغلوفي وأشكرك على الانضمام إلينا. ما الذي يعني تقرأه بداية في هذه المحاولات ربما المستمرة لتأثير من السلطة السياسية للتأثير على الموقف الشعبي سواء المغربي أو الجزائري، وما حصل ربما من شعارات أدانها الجميع في الشان ضد المغرب وهي لا يمكن تكون مقبولة، ولكنها قيل كذلك أنها لا تمثل الجمهور الجزائري بل فئة معينة، البعض يقول أصلا مدفوعة الثمن من أجل الاستغلال هذه المناسبة. كيف تنظر إلى هذا الموقف، وما الخطر الذي فعلا يشكله على العلاقة بين الشعبين؟ شكرا سمير على الاستضافة. يبدو الأمر كان حادث مؤسف حقا لسبب بسيط، هي ليست مقابلة كروية بين فريق مثلا جزائري وفريق مغربي، حتى نقول الأنصار من الجهتين ربما وقع احتكاك بينهما، ما حصلش. المغرب لم تكن حاضرة، أكثر من ذلك أيضا ما فيش أنصار مقابلين للجزائريين، حتى نقول ربما شعار في مقابل شعار، الذي جرى يعني هكذا، جاء بلا مقدمات، جاء بلا أسباب،
يعني مجموعة من الحاضرين في الملعب يرفعون شعارات ضد المغرب، هذا شيء مؤسف حقيقة، وهذه الجهة بالتأكيد ليست بريئة ومدفوعة ربما. وأكثر أقول إنه العلاقة ما بين الشعبين المغربي والجزائري هذه علاقة دم وعلاقة تاريخ وعلاقة جيرة وقرابة، ولذلك كل محاولات لدق إسفين بين هذه الشعبين لن تنجح وسيبتبوء بالفشل. ورأينا المغاربة والجزائريين في فرنسا يتظاهرون ويتعاطفون ويتعانقون مع بعض، ورأيناهم في الدوحة، ورأينا المغاربة فرحوا لما الجزائر أخذت كأس العرب، ورأينا الجزائر تفرح لما المغرب ترشحت للدور النصف النهائي. هذا دليل على أن كل محاولات لدق إسفين ما بين الشعبين فشلت وستفشل إن شاء الله، ولسبب بسيط، هذه الأنظمة السياسية لن تستطيع أن يعني تعطل تاريخ ممتد لقرون بين الشعبين، منذ حتى ما قبل مجيء العربية والإسلام، هؤلاء شعب أمازيغي ثم شعب عربي ثم أيضا دول في منطقة المغاربية الواحدة، ثم أيضا يجمعهم التاريخ ويجمعهم النضال ضد الاستعمار ويجمعهم البناء من أجل الخروج من التخلف وتحقيق الوحدة المغاربية. كيف يمكن لهذه الشعبين بهذا التاريخ الكبير والعميق بهذه الجذور الممتدة في الأرض كيف يمكن أن يتنازع أو أن يفشل أو أن تحدث فتنة بينهم؟ هذا لا يمكن، وكل المواذين يحاولون الآن من أجل تثبيت شرعية زائفة للسلطة أن يثيروا هذه الفتن، وربما يدفعوا لهؤلاء الذين يهاجمون الدولة تلو الأخرى. هذا لا ينجح أبدا، والعلاقة ما بين الشعبين ستكون علاقة ثابتة وهي تمتد أكثر، ونتيجة التواصل الآن فهم يعرفون بعضهم أكثر، يعرف بعضهم في إسبانيا وفي فرنسا وفي الملتقيات الرياضية وفي كل المناسبات. ولذلك أنا متيقن تمام اليقين أن هذه الحادثة التي حصلت في ملعب قسنطينة لم تتكرر أولا، والذين دبروها لن ينجحوا ثانيا، وثالثا العلاقة ما بين الشعبين أكبر وأعمق من كل هذه الذي جرى. ابقى معي أستاذ طيب، بالأكيد أنت ما ختمت بحديثك أنه هذه ستبقى حادثة معزولة بالأكيد، وبالأكيد كذلك أنها ربما قد تزيد في تقريب وجهات النظر وتقريب الشعبين، لأن كل إساءة في نهاية الأمر تأتي بعكس نتيجتها عموما. دكتور بالقاضي، فيما يتعلق بسؤال، هل برأيك شعوب المنطقة المغاربية، إذا خرجنا من المغرب والجزائر، هل فعلا تدرك شعوب هذه المنطقة أن مصيرها مشترك، أن مصيرها واحد، أن الخلافات بين الساسة تفسد عليها نهضتها الاقتصادية وتفسد عليها كذلك رقيها وتقدمها وتطورها؟ هل هذه المعاني برأيك دكتور واضحة عند شعوب المنطقة المغاربية؟ صحيح، وأنا دائما أنادي على ضرورة التمييز بين النظام الجزائري وبين الشعب الجزائري، هذه مسألة أساسية. التاريخ للتاريخ منطق، ما جرى الآن في الجزائر هو سلوك عابر، ولن يتأثر به لا المغرب لا على مستوى الشعبي أو على مستوى رسمي. نحن نعرف من كان وراء هذا الحدث. أخي، أول أشكرك على إيمانك بالوحدة المغاربية، أنا معك وجل المغاربة معك. ويكفي أن نعود إلى خطاب صاحب جلالة لسنة 2002، أكثر من مرة يدعو فيها النظام الجزائري: تعالى، أيدي مفتوحة، شكل لجان كما تشاء، لنترك قضية الصحراء المغربية جانبا ونذهب لبناء اتحاد مغاربي. الآن إذا جمعنا الدول المغاربية عندنا أكثر من 120 مليون نسمة، سنصبح خامس أكبر سوق بشري. 120 مليون يعني خصهم خبز، خصهم خضر،
خصهم بترول نفط. إذن كل الدول المغاربية ستربح بأنها ستصبح تعمل من أجل ضخ مواد في سوق يتجاوز عدد سكانه 120 مليون. الحدود تنقل ستصبح سهلة جدا. رؤوس الأموال تعرف، هناك دراسة أجريت بأن المغرب والجزائر أو الاتحاد المغربي يفقدون أكثر من 80 مليون دولار يوميا في إغلاق الحدود. من الأقرب إلينا ومن الأقرب؟ هل فرنسا وإسبانيا أم الجزائر؟ من أقرب للجزائر؟ المغرب أم فرنسا أم إسبانيا؟ كيف يعقل أن تصدر إسبانيا النفط للجزائر لإسبانيا ليأتي إلى المغرب؟ على كل، إحنا في المغرب، أنا أؤكد لست كمغربي، نحن في المغرب شعب راقي جدا، شعب مسؤول، نتحمل، لأننا نؤمن بأن النظام الجزائري زائل، هذه قضية محتوم عليها. الشعب الجزائري باقي، وأنا أكيد أن جيل، هذا جيل لماس ميديا وجيل الانترنت وجيل ما بعد ثمانيات يحلم وما زال يحلم، ويوما ما سيتشبث بتفعيل بناء المغرب العربي الكبير. نعم. دون حدود، دون 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 فيزا، دون حقد، صحيح، عفوا، دون كراهية، لأن المصير مشترك، صحيح، مخاطر المصير المشترك تهددنا جميعا. نعم، لأنه الشعوب الأخرى، دكتور، الشعوب الأخرى التي اتحدت كالاتحاد الأوروبي برغم الخلاف في اللغة والخلاف حتى في الدين وفي المعتقدات وكذا، ليست بأذكى ولا أفضل من شعوب هذه المنطقة، وما يوحدنا أكثر مما قد يفرقنا كذلك. ولذلك أسأل هنا، بل ينضم إلينا من موريتانيا، وهي طبعا الدولة المهمة كذلك في المنطقة المغاربية، من واكشوت، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد عبد الودود. دكتور خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الأمال التي تحدو سكان هذه المنطقة، أهل هذه المنطقة المغاربية كما كان يشير الدكتور بالقاضي، قد تتجاوز 120 مليون نسمة شعوب، لكن مع الأسف هناك أنظمة تحول دون أمال وأحلام هذه الشعوب في منطقة مغاربية موحدة. ذاك الشعار الذي كان مرفوعا أيام مقاومة الاستعمار الفرنسي، وكانت القادة السياسيون وقتها يتحدثون على مغرب موحد، مغرب كبير موحد، كانت هناك منظمات في فرنسا، شمال إفريقيا، النجم شمال إفريقيا وغيرها، كانت كلها تحمل اسم المنطقة كلها وليس القطرية. لماذا انحصر برأيك الموقف نحو القطرية، وصار كل واحد يفكر فقط في تلك الحدود التي صنعها الاستعمار الفرنسي؟ نعم، تحية طيبة. بخصوص السؤال، الشعوب المغاربية كما أسلفتم وكما تحدثتم جميعا هي شعوب لا يوجد، لا أستطيع القول ما يجمعها أكثر مما يفرقها، لأنه أصلا لا يوجد ما يستدعي تفرق هذه الشعوب. هذه الشعوب توحدها الأرض، توحدها الدين، توحدها التاريخ، توحدها الجغرافيا، وتوحدها الطموحات المشتركة. خلال تاريخها لم يتم تقسيم هذه البلدان إلا من طرف المستعمر. من أجل ماذا؟ من أجل منع الإخوة مثلا في الجزائر أن يدعموا المقاومة في ليبيا، ومن أجل منع الإخوة في المغرب أن يدعموا المقاومة في الجزائر، ومنع إلى آخره. المستعمر يدرك أمام الإدراك أن هذه الشعوب المغاربية إذا توحدت فإنها ستكون منافسا حقيقيا في الضفة الجنوبية المتوسط، بل ربما أخذت السبق والمبادرة وأخذت الأرباح وأخذت تحقيق التوازن الدولي أكثر من الاتحاد الأوروبي المقابل في الضفة الأخرى، لأنه هو الآخر ما يفرقه على عكسنا، ما يفرقه أكثر مما يجمعه. البلدان الأوروبية هي بلدان
حدثت بينها أكبر مجازر وحروب في تاريخ الإنسان. الحربان العالميتان كانت بين الشعوب الأوروبية، وبينما في المغرب العربي لم تحدث أي حروب وأي مشاكل قد تؤدي إلى هذا الكم الهائل من الانفصالات. هذه المشاكل المسؤول الأول والأخير عنها كما أسف هو الأنظمة السياسية وليست الشعوب. هناك سببين رئيسيين لهذه المشاكل. السبب الأول كان سببا تاريخيا، وهو تشكل القوى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد مرحلة خروج المستعمر. كان هناك معسكر الشرقي والغربي، وكانت هناك بعض البلدان المغاربة التي تميل أنظمتها إلى النظام الرأسمالي وأخرى تميل إلى النظام الشيوعي. في مرحلة معينة كان هذا يبرد إلى حد ما بعض الخلافات السياسية، وأقول الخلافات ولا أقول الانقسام. في مرحلة لاحقة أصبحت الأزمة وبعد انهيار المعسكر الشرقي وانعدام أي سبب رئيسي يمكن أن يسبب فرقة بين هذه الشعوب، جاءت الطموحات الفردية للأنظمة، وجاء الفهم الخاطئ والرهانات الخاطئة للأنظمة التي تراهن على قوى خارجية وتراهن على عقليات بائدة. يجب التخلي عن هذه العقليات وهذه الرهانات من أجل خلق تكامل مغاربي لا يخدمنا فقط، وإنما يخدم كل العالم العربي من المنشور. دكتور خالد، ويخدم إفريقيا من حولنا. نعم. على من أو إلى من تعود مسؤولية خلق هذا الجو بتاع التقارب في ظل موقف سياسي مختلف ومتصارع ونزاع حتى سياسي كما نراه خاصة بارزا بروزا كبيرا بين المغرب والجزائر، والآن مع كل أسف التحق كذلك الرئيس التونسي الذي تقول عن المعارضة أنه انقلب على الدستور، التحق ربما بالموقف الجزائري في تجاوز لتاريخية العلاقة بين المغرب وتونس التي كانت دائما علاقة على أحسن ما يرام دون التزام بأعراف الدبلوماسية التونسية. إذن على المستوى السياسي هناك نزاع مستمر بشكل آخر بشكل أو بآخر. من يستطيع الإبقاء على مثل هذه الآمال والطموح أو ربما الضغط من أجل تحويلها إلى واقع تعيشه هذه المنطقة برأيك؟ بالنسبة للآمال والطموح يجب، هذه مسؤولية كل فرد من 100 مليون مغاربي. جميعا علينا أن نقتنع ونؤمن ونعلم أبناءنا ونجعلهم يدركون ويؤمنون بحتمية هذا الاتحاد وحتمية هذا التجاوز. أما مسؤولية التقارب فهي تقع أساسا على جهتين. الجهة الأولى هي النخبة المغاربية، المثقفين والكتاب والفنانين والأدباء والإعلاميين المغاربة. كيف يمكن أن يحققوا هذا التقارب؟ يحققوه من خلال الإيمان بحتمية التقارب وإماتة كل ما يمكن أن يحقق الفرقة. بمعنى مثلا أنتم كإعلاميون لديكم مسؤولية كبيرة في خلق هذا التقارب من خلال تجاوز النقاط السوداء وإماتتها بعدم الحديث عنها، والبحث دائما عن مشتركات وعن خلق آمال وإتاحة فرص لهذه الأنظمة التي تشكل الجهة الثانية المسؤولة عن هذا التقارب. لا يمكن أن نكون رومانسيين ونتجاوز الدور الأساسي والممكن والمتاح للقيادات السياسية الغير متاح للشعوب. القيادات السياسية لوحدها إذا آمنت إيمانا تاما بحتمية التلاقي وضرورة المصير المشترك ستتحرك هذه الأنظمة من تلقاء أنفسها. المسؤولية تقع بنسبة 70% أو 80% على الأنظمة السياسية المغاربية التي يجب أن توضع أمام مسؤوليتها التاريخية تجاوز الخلافات والبحث دائما عن الدوائر المشتركة وتوسعة هذه الدوائر من أجل إتاحة فرصة لتكامل الشعوب المغاربية التي لا ينقصها إلا القرار السياسي. بالمناسبة نحن اليوم إذا تم فتح الاتحاد المغاربي والتكامل يمكن للمواطن الموريتاني والليبي أن يلتقيا عبر هذا، لأنهم يتحدثون نفس اللغة، يؤمنون بنفس الدين، ينتمون لنفس الفئات الاجتماعية. لا توجد أي معوقة سوى المعوق السياسي لوحده. دكتور خالد، حتى المعوقات الجغرافية غير موجودة، لا هناك لا سدود ولا بحار ولا جبال بين هذه المنطقة. لا توجد أي حواجز طبيعية
تمنع التلاقي بين الشعوب المغاربية. صحيح. لا توجد حواجز لغوية، لا توجد حواجز دينية. الحاجز الوحيد الموجود للأسف هو الحاجز السياسي الذي يفرض الفيزا هنا ويغلق الحدود هناك ويمنع الرحلات الجوية هنا ويمنع الرحلات البرية هنا، بمعنى أن المسؤولية السياسية والسياسية فقط. شكرا، شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الودود الكاتب والباحث، كنت معي من واكشوت على هذه المداخلة. هناك فيديو سنعرضه الآن قصير، وأود من ضيوف الثلاثة التعليق عليه. فيديو على الحدود الجزائرية المغربية، نتابع هذا الفيديو ثم نعود. نداء بنجراف لإعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية ودعم للشعب الليبي. 13 فبراير 2017، نحن المواطنات والمواطنون المغاربيون المجتمعون على طرفي الحدود ببين الجراف بين المغرب والجزائر يوم 13 فبراير 2017، نرفع نداء إلى الشعب المغاربي والمجتمع الدولي والسلطات المختصة من أجل فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. وفي هذا الصدد ندعوكم إلى توقيع هذه العريضة. السياق: الحدود الجزائرية المغربية تعيش لحد الساعة أطول فترة غلق لحدود برية في العالم، وذلك منذ 1994. وقد تسبب هذا الوضع في نتائج كارثية والتي تتمثل في التفرقة بين عدد هائل من الأسر المغربية الجزائرية وفي مآس إنسانية لا حصر لها. ونذكر بهذه المناسبة بأن الفضاء الشمال الإفريقي يعاني للأسف من وضعيات مماثلة متعددة كلفت الشعوب غاليا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أبدأ بالأمين، ما تعليقك على هذا الموقف وهذا النداء؟ قديم 2017 لكن ما زال صالحا إلى يومنا هذا. نعم، هذا إن دل فإنما يدل على أن الشعب المغربي لا يكون الحقد للشعب الجزائري. وسأستشهد لي بمقتطف من خطاب جلالة الملك عندما قال: المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنهما توأمان متكاملان، وإن الوضع الحالي لهذه العلاقة لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين الله. بلدين جارين وشعبين شقيقين. الفيديو يدل على أن النظام المغربي يسعى إلى حل المشكل بشكل ودي وسلمي، ويدل على أن الشعب المغربي يسير في نفس النهج، لكن لم يكن الجواب إيجابيا من طرف نظام الجزائر. فكرة الفيديو طبعا من جهة المغربية، لكن نفس المشاهد كانت على الجهة الجزائرية في كأس العالم حينما فاز المغرب في الربع والنصف النهائي. نفس الناس تجمعوا على الضفة الأخرى رافعين الأعلام المغربية ويطالبون هم كذلك بفتح الحدود. يعني الشعبين لهما نفس الموقف. نعم نعم، الشعبين لهما نفس الموقف، وحتى خطاب جلالة الملك كان واضح. والآن تبين أن الشعب المغربي وأن الشعب الجزائري وأن النظام المغربي يسعى إلى حل سلمي وحل ودي، مما تبين للشعبين الشقيقين من المسؤول عن الانحباس الحاصل في العلاقة ما بين البلدين. هنا ظهر بأن النظام الجزائري هو المحبوس والذي يقوم بأن يهدد العلاقة ما بين الشعبين لعدة اعتبارات. أولهما أن النظام الجزائري الحالي بني استراتيجيته على بعادات المغرب، وأنه من الصعب عليه التراجع على ذلك بناء
على دعوة مغربية. والاعتبار الثاني هو أن الالتزامات هو الاعتبار الثاني هو أن الالتزامات الإقليمية والدولية للجزائر مع أطراف معادية للمغرب ستجعله غير قادر على اتجاه نحو المصالحة وطي صفحة التوتر. طيب خليني أسأل نفس السؤال أو أود التعليق كذلك من الأستاذ الطيب الغلوفي معنا من لندن ثم أعود للدكتور بالقاضي. أستاذ طيب ما تعليقك على هذا الفيديو الذي شاهدناه على الحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ عام 1994؟ شوف هو هي الحقيقة مؤسفة جدا. الحقيقة مرات تتجاوز في غرابتها الخيال. ما معنى أن يكون دولتين الحدود تقسم بين عائلات وتقسم بين يعني أراضي متقاربة، يعني كانت مجال للانفتاح. يا أخي الحدود جعلت لتقريب الناس ولتكون مجال للالتقاء وللفرحة باللقاء، فرحة بلقاء الجار. يعني لما يكون ثم حد اثنين، يعني مثل واحد ساكن في بيت وعنده جاره في البيت الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يوصب الجار حتى كنا أو ضمننا أنه سيورثه، يعطي له نصيب في الميراث. يعني هذه هي الثقافة المحلية اللي تجمع الجزائري وتجمع المغربي. ما الذي يبرر؟ كيف يمكن للسياسة أن تبرر هذه القطيعة في الوقت لم يحصل أنه يعني حصلت مشكلة تاريخية أدت إلى الوفيات كثيرة، إلى بعض الكوارث حصلت؟ ابدا في التاريخ لم يحصل. حتى ايام التي كانت فرنسا تستعمر الجزائر وتستعمر المغرب، حتى ذلك الوقت لم يكن هذا، بل بالعكس كان ثم تعاون ما بين المغرب والجزائر الشعبين من اجل مقاومه الاستعمار. يعني انا اعتقد انه هذا دليل ثابت على انه الذي يجري الان ضد المنطق وضد العقل وضد التاريخ وضد المستقبل، لأنه المستقبل في الوحدة والضعف في التشتت. وكيف يعني نحن الآن رأينا المنطقة المغاربية تنطلقت فيما يسمى بالربيع العربي إلى كل الشعب المغربي والجزائري والتونسي كلهم والليبي، كلهم قاموا بمظاهرات ومطالبات بالانفتاح الديمقراطي. كانت معركة واحدة شارك فيها الشباب في المغرب في الرباط وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا. كانت المطالب قبلها مقاومة الاستعمار، كل دولة الليبيين قاوموا الإيطال والتوانسة والمغاربة والجزائريين قاوموا الفرنسيين. يعني الشعوب تقاوم مع بعض، مطالبها واحدة مع بعض. الآن مطالب الشعوب التقريب، الوحدة، لأنها هي السبيل الوحيد للنهوض. كما قال الدكتور عندنا 120 مليون مستهلك في سوق واحدة بلغة واحدة. ما الذي يمنع من التعاون؟ ما هي المبررات لهذه القطيعة؟ ما هي المبررات؟ هل المبررات كلها لا يمكن أن تقنع أحد؟ أبدا لا يمكن أن تقنع أحد. وأقول لك لحظة كلمة فقط، أقول لك معركة الشعوب من أجل الديمقراطية ومن أجل الوحدة والنهوض ستستمر وستفرض نفسها على كل الذين يحكمون والذين يحاولون الآن قطع الحدود ومنع واعتقال المناضلين، وكلهم سيفشلون لأنه تم تعاون شعبي الآن من أجل الوحدة ومن أجل الحرية والديمقراطية. نعم. طيب الغلوفي أعود إليك لو سمحت في سؤال ختامي بعد كذلك من وجهة نظرك، ما الذي يجب فعله الآن بناء على كل هذه المقدمات وهذا التشخيص؟ لكن فقط بعد دقائق معدودة لأخذ تعليق الدكتور ميلود القاضي على هذا المشهد الذي بثثناه، الناس على الحدود بين الطرفين يطالبون بفتح هذه الحدود والسماح لتواصل أن يعود إلى طبيعته. يعني أنا أؤكد لك ليس هذا الفيديو فقط. أنا مؤخرا كنت في باريس وألتقي بالنخب الجزائرية في كل بلدان العالم. الشعوب المغاربية والنخب المغاربية خصوصا المغربية الجزائرية مؤمنة بأنه مهما طال الزمن فلا بد أن تعود العلاقات المغربية الجزائرية إلى طبيعتها.
لكن هناك سؤال واحد محير، ما هو السبب المحوري أو الرئيسي في إغلاق الحدود؟ هل المغرب أم الجزائر؟ من الذي أخرج 350 ألف أسرة من الجزائر بدون أي سبب يوم عيد الأضحى ورماهم في الحدود المغربية الجزائرية؟ المغرب الآن يجب أن نعمم طابعة الأنظمة السياسية بالمغرب العربي. المغرب له نظام ملكي، العالم يشهد بحكمته ببعده الاستراتيجي ويؤمن، وحينما يتحدث يقول دائما العرب مصيرنا واحد، إما أن نتحد ونخلق كتلة وقوة، وإنما سننتظر. العالم ذاهب نحو التكتلات ونحن ذاهبون نحو الكثير من التمزيق. المشكل في الجزائر هو مشكل نظام سياسي عسكري مصيره السياسي يبقى مرتبطا بأيدي فرنسا وأيضا الجيش الجزائري. حينما يستقل النظام الجزائري من التبعية المطلقة لفرنسا، من الذي وضع الحدود بيننا؟ أليس فرنسا؟ أليس يا إسبانيا؟ أتعتقد أخي بأن الآن فرنسا وإسبانيا وأوروبا تريد الخير للمغرب وللجزائر لكي يتحد ليصبح قوة؟ هما الآن يستغلان هذا الوضع لتحقيق أهدافهما. أحيانا مثلا فرنسا حينما تريد أن تضرب المغرب تذهب للارتماء في أحضان الجزائر، حينما تريد أن تضرب الجزائر تذهب للارتماء في أحضان المغرب، وهكذا. أعتقد أن مصير الشعوب العربية، مصير الأنظمة المغربية بأيدينا. نعم. طال الزمن وقصر، فلا بد أن نصبح قوة، لكن إذا سمحت الإعلام، النخب، المثقفون يجب أن لا يصبحوا هامشيون، بل لا بد أن يأخذوا يعني الواجهة، واجهة النضال لفتح هذه الحدود المغلقة لأي سبب من الأسباب. أكيد. أمين، أسألك سؤال يتعلق بالمستقبل الآن، كيف ترى برأيك من خلال موقعك وشغلك أنت واهتماماتك كذلك سبل تجاوز هذا الواقع الذي نعيشه اليوم؟ هو أن يكف النظام الجزائري عن الممارسات الشنيعة والدنيئة تجاه المغرب وتجاه وحدة ترابية للمغرب. الشعب الجزائري يعلم بأن القضية الصحرائية قضية مغربية. النظام الجزائري يجب عليه ألا يبقى يفتعل في كل مظاهرة رياضية أو ثقافية أو اقتصادية المشاكل من أجل أن يسد الخصاص فيما فشل فيه دبلوماسيا وسياسيا وتأثير على الرأي الداخلي. هذا في الجهة الجزائرية. في الجهة المغربية ما الذي يجب فعله؟ في الجهة المغربية اليد ممدودة. ما يجب فعله هو من طرف النظام الجزائري أن يتقبل الأمر على أن المغرب قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة سياسية في القارة الإفريقية، وقوة تجمع ما كل الثقافات وكل الديانات من أجل السير قدما نحو مستقبل وحياة جديدة. طيب الغلوفي، أسألك نفس السؤال، أود منك الإجابة عن سبل تجاوز هذا الواقع الذي لا نقبله جميعا في طبيعة العلاقات هذه السياسية، حدود مغلقة، والأمال هذه التي تبحث عنها الشعوب، تبحث لتحقيقها ولا تجد لذلك سبيلا، كيف يمكن أن تترجم؟ ما هي الخطوات التي يجب البدء فيها على الأقل؟ هو شوف، هذه سمير يعني المسألة، لو كان جات المسألة دي الشعوب لكانت حسمت هذا الموضوع منذ القدم،
وأيضا الشعوب الآن كما ذكر الإخوة، الشعوب تريد الوحدة وتريد التقدم، والشعوب لا تجد ما يفرقها، لا تجد. يعني هذه لو أنت بحثت ما الذي يفرق بين الجزائري والمغربي، ستجدها نظام سياسي هناك يريد يعني مثلا داخل في موضوع مناكفات وصراعات. في الأصل لماذا يعني ألمانيا وفرنسا بينهم تاريخ من الدماء، من الدماء، ولكن العلاقة الآن علاقة لا توجد، لا حدود، والمؤسسات واحدة، وعندهم برلمان الأوروبي واحد، لا يوجد شيء. ما الذي يمنعنا نحن؟ ما الذي يمنعنا؟ ويختلفون في اللغة ويختلفون في التاريخ، وبيناتهم حروب ودماء وتدمير، ورغم ذلك لأنه يشتغلوا بالعقل، ولأنه ثم سبب آخر، إنهم هذه البلدان يعبر عليها الشعب صاحب المصلحة في رسم السياسات التي تؤدي إلى تقدمه. ولذلك نحن لما تصبح الحرية هي المسيطرة أو هي الحاكم، ويصبح المواطن المغاربي يأتي وينتخب بكل حرية ويختار حاكميه بكل حرية، عندها فقط ستتحقق الوحدة، وستتحقق الوحدة أكثر مما تراه في البلدان الأوروبية الآن. أما لما يصبح نظام سياسي لا يعود إلى الشعب، ليس تعبير عن الميزان الشعبي وعن الرأي الشعبي، فيصبح يشتغل لوحده لمصالحه، لمصالح النخبة الحاكمة فقط، ولا يهتم بالشعب. لو كان يهتم بالشعب ما يقبل إنه هذه الحدود اللي فيها يغلق الحدود على التواصل بين العائلات وعلى مصالح، وعلى معناها شعوب عاشت مع بعض سنين عددة أو قرونا عديدة، يصبح هو بقرارات فوقية منعزلة لا يعود فيها بالشعب، لا يأخذ فيها رأي الشعب، هو الذي يفصل فيها. عندها إذن الهدف الأول توسيع الديمقراطية والمشاركة السياسية، وتصبح الأنظمة السياسية تعبير عن الرأي الشعبي، هذا الشرط الأول من أجل النجاح في إعادة الوحدة. الشرط الثاني أخي سمير أنه تتواصل الضغط، تواصل الضغط المجتمع المدني في الجزائر وفي المغرب وفي تونس من أجل تحقيق الحلم المغاربي. يا سيدي من لم نستطع أن نصل إلى الحرية المطلقة، نستطيع إلى الديمقراطية الكاملة، على الأقل يتعاون المجتمع المدني في المغرب وفي الجزائر من أجل الضغط، من أجل فتح الحدود. هذيك الفيديو الذي رأيناه أنه المغاربيين اجتمعوا ونادوا بفتح الحدود، يصبح هذيك المجتمع المدني المغاربي يتكون ويتعزز، وتتكاتف الناس وتعمل مؤتمرات وتلتقي وتعمل خطط، هذه كلها من أجل زيادة الضغط، من أجل الدخول في مرحلة سياسية ومرحلة مغاربية جديدة قوامها الحرية والديمقراطية والوحدة. دكتور بالقاضي، برأيك ما هي المبادرات التي لابد أن يعني يقع المضي فيها واتخاذها من شعوب المنطقة كلها، ليس المغرب والجزائر فقط، حتى من تونس وموريتانيا وحتى ليبيا، للضغط على الموقف الرسمي السياسي من أجل أن يلين وأن يذهب في اتجاه تلبية هذه الأمال شعوب المنطقة؟ ما هي المبادرات؟ دوركم أنتم كنخب وأساتذة جامعيين، دور المجتمع المدني في الضغط على الموقف السياسي باتجاه هذه الوحدة المنشودة. نعم أرجو أخي أن لا نعمم، نحن في المغرب كنخب، كإعلاميين، كمجتمع مدني حقوقي، نحن مع الوحدة المغاربية، نحن مؤمنون شعبا وحكومة وملكا بهذه الوحدة، ونعمل. حينما يزور الفريق الجزائري المغرب نستقبله استقبال الكبار، لا تجد من صاحب الجلالة في أي مناسبة أو في أي خطاب أو أي مناظرة مسا ولو إشارة واحدة سلبية للجزائر أو لنظامها. نحن مؤمنون فعلا صاحب الجلالة
قلت لكم هو ملك ينتمي إلى الجيل الجديد. المؤمن أن هناك نظام عالمي جديد يتشكل، لا موقع فيه لدولة واحدة دون أن تدخل في تكتل. ملك المغرب واعي جدا أن استمرار عدم تفعيل الوحدة المغاربية ستكون له كلفة باهظة على مستقبل الشعوب العربية، الشعوب المغاربية والعربية. نعم. فلذلك نحن من جهتنا، أنا كأستاذ جامعي وكالإعلام، أنا مع الوحدة المغاربية، مؤمن أن مستقبل أبنائي هم في الجزائر، هم في ليبيا، هم في موريتانيا، هم في تونس، وليس في المغرب فقط. وأعمل بكل الوسائل بأن لا أتحدث كمغربي، يؤسفني جدا ذلك، ولكن أتحدث كمغاربي. فلهذا فاليوم الحمد لله، ومن خلال هذا البرنامج المتميز لقناتكم، أشكركم أولا، أن مثل هذه البرامج يمكن أن تفعل فعلها وأن تمنح للشباب، للمثقف، للمجتمع المدني أن يتحرك، لأن مستقبل الأنظمة العربية يوجد في مستقبل الشعوبية. ونشير هنا، نحن الآن أمام جيل جديد. أنا ما يؤسفني في الجزائر هي أن الحكام هم شيوخ دمروا الماضي، سجنوا الحاضر، والآن يرهنون المستقبل. الشباب الذي حضر الحفلة الشان هو تقريبا يكون عنده 20-21 سنة، هو لا ليس ابن لا المسيرة الخضراء ولا عبد الحسن الثاني رحمه الله. ويريد النظام الجزائري أن يغرس فيه الحقد على المغرب. لماذا؟ حتى يمكن للمستقبل أن يبقى سجينا العقلية العسكرية الجزائرية القائمة. لا يعقل أن تدفع بالشباب 20-25 ليهجموا على المغرب، على أكيد لا يعرفون حتى جغرافيا أين يوجد، لا يعرفون حتى من يحكمه، لا يعرفون حتى ما هي قضية الصحراء المغربية. هذا هو الفرق بين المغرب وبالجزائر. نحن لنا ملك مؤمن بالوحدة العربية، مدرك لمخاطر تمزق الوحدة العربية، مدرك للمخاطر المحيطة بنا إقليميا وعربيا وإفريقيا. فلهذا حينما ذهب إلى مؤتمر الرياض وكانت له القوة، حينما قال المغرب ليس محمية لأحد، نتمنى من الجزائر أن لا تبقى محمية لدولة أخرى هدفها هو البقاء على التطحن المغرب الجزائري حتى تستفيد من البترول ومن النفط ومن السياحة ومن كل الخيرات. وتعرف يا أخي أن إغلاق الحروب بيننا تأثر بحتى 1-3% من تحقيق التنمية المستدامة بين المغرب والجزائر. صحيح. مؤسف جدا. صحيح صحيح صحيح. ومقابل ذلك نبقى مرتهنين لأعداء الأمس، للمستعمري الأمس، عوض أن يكون ذلك يعني الارتهان بين قوسين، وإن كانت صح الكلمة، لكن مجازا أن يكون لبعضنا البعض ولدول هذه المنطقة، فما ينقص هنا قد يقع سده من هناك وإلى ما ذلك من هذه الأمثلة. طبعا أنا أجدد مرة أخرى الإشارة إلى أنه يؤسفنا أن لا يكون معنا مشاركين من الجزائر. كان معنا 2، حامد العربي المحمودي ومصطفى معزوزي، لكننا لم نتمكن طيلة هذه الحصة من التواصل معهما، برغم طبعا الاتفاق المسبق منذ صباح اليوم معهما. إن شاء الله يكون المانع خير، ربما أسباب تقنية، ربما أسباب خارجة عن نطاقهما كذلك، لكن كنا نود أن يكون
هذا الرأي كذلك موجود وقوي، حتى ندير حوار بين المنطقة المغربية وخاصة من يمثل الموقف الجزائر ومن يمثل المغرب، لكن إن شاء الله يكون هناك حصص أخرى في هذا الإطار لكسر هذا الجمود والتشجيع فعلا والدفع إلى التفكير في المشترك والذي هو كثير وكثير جدا، ونبذ ما يمكن أن يفرق هذه المنطقة لنتجاوز بذلك أنانية حكام هذه المنطقة، ونبحث سويا عن سبل تلبية أحلام وطموحات شعوب هذه المنطقة. أشكر ضيوفي من المغرب الكاتب الصحفي أمين شطايبة مدير موقع ماروك فور، وكذلك الدكتور ميلود بالقاضي الأستاذ الجامعي من الرباط، وكذلك الأستاذ الطيب الغلوفي المختص الشؤون المغربية من لندن. كما أشكركم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. موعدنا الأحد المقبل في ندوة جديدة. إلى ذلك من الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.